Okay, hello everyone, and welcome to the sixth lecture of our IELTS preparation course. We are still talking about the reading section, which is the second part of the IELTS exam. And we talked about some of the tips and the tricks or like recommendations for how to handle your time and your efforts clearly or wisely during the exam. We reached this point, which is we talked also about several types of the questions in the reading test. Actually, there are 8 or 9 or 10 types of questions. We talked about each of them in the last lecture. It is really important to know all the types of questions and practice on them before going to the exam, so you will not be get surprised or like unaware of the types of questions. One of the question types is the gap filling, يعني مال الفراغات. So the strategies for the gap filling, actually gap filling considered one of the easy types of questions. يعني تعتبر نوع من أنواع الأسئلة السهلة للآيلتس. Headings وكذلك true false not given أو yes no not given هذه تعتبر تقريبا أصعب شيء. البقية مال الفراغات و المطابقه بين شغلتين او الدايجرامز او الشارتس او التيبلز هذه تعتبر كلها اسهل. So first of all try to understand what the main idea of the first sentence is. يعني ملء الفراغات هنا التريك الوحيده اللي بيها انه راح يطلب من عندي راح ينطيك في الجمله تكملها ولكن المين ايديا مالتها الفكره الرئيسيه او الكي ووردز مالتها ممكن تكون synonyms يعني يعطيك مرادفات ما يعطيك الكلمه الاصليه نفسها. فانت تقرا الجمله تفتهم المعنى مالتها وتروح تدور على فد شيء مشابه لها بالقطعه الرئيسيه. يعني ما راح تلقى انت نفس الكلمات. الجمله اللي يعطيك اياها على مود تسوي لها ملء الفراغات وملء الفراغات قد تكون هي كلمه انت تجيبها او يعطيك اياها في خيارات معينه اي بي سي دي ما راح تكون نفسها. راح تدور على synonyms راح تدور على مرادفات. Then find it on the on your map. يعني تفتهم الفكرة الرئيسية تدور عليها بالماب مالتك الخارطة اللي أنت سويتها. This should take you to the paragraph that hides the answer. هذا الشيء المفروض أنه يوديك إلى الباراجراف الذي يحتوي على الجواب مخفي في داخله. Now when you know where to look. الآن عندما تعرف أنت وين راح تدور. You need to know what to look for. ورا ما عرفت أنت وين راح تدور بالباراجراف الـ A أو الـ B أو الـ C أو الـ D. وراه النبو لازم تعرف أنه أنت على شنو قاعد تدور. Look around the gap. دور دائما داير الجاب الفراغ. To understand what is missing. على مود تقدر تعرف شنو المفقود. Noun يعني اسم لو adjective صفة لو verb فعل لو غيرها من الأشياء الأخرى. هنا أنا طبعا راح يدخل عندك دور القواعد بشكل رئيسي ومهم. إذا تعرف القواعد بشكل صحيح راح تقدر تعرف أنه الفراغ هو شو يحتاج. يحتاج اسم لو فعل لو ظرف لو صفة لو حرف جر لو جملة كاملة من كلمتين أو ثلاثة. هنا الجرامر راح تشتغل. اوكي؟ فور اكزامبل وات از ذا ميسينج هير؟ شي فراغ اراوند اند سو هيم ان ذا كورنر. شي فراغ اراوند. شي ووكس اراوند. شي لوكس اراوند مو؟ يعني انت قاعد تدور على فعل. يكمل الاراوند مو؟ ها. يو هاف فور تشويسز هابي مان لوكت سمايلد. اي فور تشويسز عندك 4 خيارات هابي ومان ولوكت وسمايلد لوكت مو لوكت اراوند يعني قاعد تدور تباوع منه ومنه. It is clear that you need a verb here but which one looked or smiled. Now it is time to start reading the text. هنا لا تبقى تحتاج انه تروح تقرا القطعه على مود تعرف منو اللي تحتاجه. اوكي فايند وير اكزامبل انسر از اند ستارت ذير. Remember to read only first. ماكو فعل مساعد. ماكو فعل مساعد. لا قصدي هاي الجملة. And so. And so. يعني هذا. So so ماضي ماسي. يعني هاي الدلالة مالتها. Find where example answer is and start there. Remember to read only first, second and the last sentence. Of course, looked
is the right word. اوكي هنا ايضا يعني لما راح تروح للباراجراف اللي انت تدور عليه ورا ما عرفت انه الكلمه المفتاحيه هنا شنو هي بالضبط، رحت دورت على الخارطه مالتك شفت الكلمه المفتاحيه موجوده بالباراجراف سي مثلا، جيت انا على السي قريت الجمله الاولى الجمله الثانيه والجمله الاخيره من عندك افتهمت شنو السالفه، جيت قدرت تملأ الفراغ بسهوله. يعني بالحقيقه ترى كل سؤال المفروض ما ياخذ اكثر من دقيقه، قراءه السؤال والبحث عن الجواب وكتابته المفروض ما تاخذ اكثر من دقيقه اذا تريد تكمل الاسئله بالوقت المناسب، لان هن 40 سؤال وانت عندك 60 دقيقه، ال 20 دقيقه البقيه هن ما بين سكيمينج وسكانينج وما بين نقل الاجوبه. تمام، يعني اوفر اول المفروض انه كل سؤال ياخذ دقيقه، شوي اكثر شوي اقل بس بهالحدود هاي. شفت السؤال اخذ اكثر من دقيقه وضايع انت ما تعرف السالفه، خلي عليه علامه استفهام وانتقل اللي وراه. اوكي sometimes there are words near a gap that will give you a clue. بعض الاحيان عندك بعض الكلمات اللي موجوده قرب الفراغ اللي لازم تملئه تنطيك كلو دليل. What kind of word is missing؟ تعطيك فالدليل على شنو نوعيه الكلمه اللي مفقوده. كمثال main physical activities in the summer camp are fishing فراغ and swimming. الفعاليات الفيزيائيه او العضليه يعني الرئيسيه في السمر كامب في المخيم الصيفي تتضمن الفيشنج الصيد السمك فراغ اند سويمينج والسباحه. ناتشرالي بشكل طبيعي يو ويل لوك فور ا وورد ذات اندز وذ اي ان جي، لانه لازم تكون عندك شنو مطابقه. يعني هنا هاي واحده من الامور اللي موجوده من تخلي عده شغلات وواحده معتن اي ان جي لازم الثانيه اي ان جي ثالثه وهكذا، فانت اكيد راح تدور على فد كلمه بها اي ان جي اللي هي مثل الهايكنج. Okay. There are two types of gap filling. أكو عندك نوعين من أنواع ملء الفراغات. There is a list of words for you to choose from, or there is no list, so you need to choose words from the text. أما أنه يعطيك مجموعة خيارات A B C D أو فقط A B C وتختار من عندهن، أو أنه لا أنت لازم تروح تدور بالتكست اللي هو يقصد به يعني القطعة نفسها الأصلية مالت الريدنج وأنت تطلع من عندها الأجوبة المطلوبة. When you choose a word from a list and the instructions says that every word is to be used once, only once, write it above the gap and cross it from the list. يعني مرات يعطيك مجموعة كلمات مثلا ست كلمات وخمس فراغات ويقول لك بأنه كل واحدة منهم لازم تستخدم مرة واحدة فقط، فأنت اللي تاخذها وتخليها بفراغ اشطبها على مود بعد ما ترجع عليها مرة ثانية، لأنه ما راح يكون مسموح لك أنه تستخدمها مرة ثانية. أوكي؟ فبالتالي انت بمرور الوقت راح يقلل عدد الكلمات اللي عندك، يبقى عندك اثنين او ثلاثه تملي بهن الفراغات البقيه ويعني يقل وقت البحث عندك. If there is more than one possible answer, write them all and then decide which one is the better. يعني اذا اكو عندك مثلا كلمتين شكيت بهن اكتبهن اثنيناتهم. وبعدين اخر شيء من تكمل البقيه وتشوف مثلا واحده معناتها انت استخدمتها ومتاكد معناتها انه هي هاي صحيحه، اشطبها من هناك بعد. تبقى عندك الثانيه اللي انت شاك بيها. اوكي يعني هي بالحقيقه يعني السكيلز والتيبس والتريكس انه بالحقيقه هاو تو هاندل ذا اكزام نوت اباوت انجلش. انجلش از سبوست تو بي ان يور بوكيت، يعني انت المفروض اللغه الانجليزيه جرامر فوكابولري ليسننج ريدنج رايتنج سبيكينج براكتس هذا انت خله بجيبك. احنا هنا قاعد نسولف على تيبس وتريكس وسكيلز للامتحان نفسه، هاو تو هاندل ذا اكزام شلون تقدر تتعامل ويا الامتحان نفسه. اوكي if they don't give you a list, try to pick a word from the text. إذا ما انطوك مجموعة كلمات تختار من عندهن، حاول أنه تختار لك كلمة من النص. It is better than invent. It is better than inventing it because it saves time and your chance of being right are higher. Okay؟ يعني إذا ما انطاك مجموعة كلمات ما عرفت شنو الكلمة الصحيحة، تختار لك واحدة من يعني كلمة من الكلمات اللي موجودة. من النص وتكتبها لعل ما تكون احتماليه انه تكون صحيحه اعلى. هنا بالحقيقه هو اعتقد هو يعني ادى خطا املائي هنا يقول it is better than inventing it، يعني هذا الشيء انه تدور لك على كلمه قريبه من المعنى المطلوب من النص وتخليها احتماليه انه تكون صحيحه اعلى من انه انت يعني تخترع لك كلمه وتجيبها وتخليها. اوكي تدور على كلمه من النص وتكتبها حتى اذا ما متاكد من عندها احسن مما انه انت تجيب لك كلمه من جيبك. Okay. After you have decided about the word,
that goes into the gap, read the whole sentence again. It must make sense according to the text and it must be grammatically correct. بعد ما قررت الكلمة جبتها من النص أو جبتها من مجموعة لستة الكلمات اللي منطقياها وخليتها، لازم ترجع تقرأ الجملة كاملة. والجملة هنا أنا هسه لازم تكون يعني منطقية من ناحية الجرامر ومنطقية من ناحية مطابقتها كمعلومة للباراجراف للنص اللي عندك. أوكي؟ يعني إذا شفت الجملة اللي طلعت عندك مخربطة قواعديا إذا أكو مشكلة، إنه يعني لازم تطلع جملة صحيحة. When you move forward to the second gap, keep in mind that usually there are no more than two gaps per paragraph. من تنتقل للفراغ اللي بعده، ها أكو نقطة مهمة همينة قبل ما نشوف هاي الملاحظة، أنه غالبا 90% 95% من الأسئلة راح تكون متسلسلة حسب تسلسل القطعة. يعني احتمالية أنه تلقى جواب السؤال الأول بالباراجراف الأول كلش عالية، والسؤال الثاني بالباراجراف الثاني، والسؤال الثالث والرابع مثلا بالباراجراف الثالث، والخامس والسادس بالباراجراف الرابع كلش عالي. غالبا الاسئله المتعدده اللي هن ذني احنا هنا سولفنا عليهم كلهن، هذه اسئله انواع الاسئله المختلفه هذني اللي هن دايجرام ليبلنج، جاب فيلنج، ترو فولس نوت جيفن، تشارت تيبل كومبليشن، سنتنس كومبليشن، شورت انسر كويستشنز، مالتيبل تشويس، هذني كلهن عاده يكون متسلسلات. يعني تسلسل الأسئلة مثل تسلسل الأجوبة بالقطعة يعني. فأنت من الدور إذا لقيت جواب السؤال الثاني بالسكشن الثاني، فبعد أنا ما أتوقع أنه ألقى جواب السؤال الثالث بالسكشن الأول، لا أدور وراء نوا حسب تسلسل المنطقي مع القطعة تجي الأسئلة. أوكي؟ فهنا أنت إذا لقيت الجواب مع سؤال معين، هنا أقول لك أنه أنت بعد ما قررت الكلمة إلى آخره، when you move forward to the second gap، من تنتقل الى الفراغ الثاني، خلي في بالك انه اي باراجراف، اي قطعه، اي سكشن ما يحتوي على اكثر من فراغين. يعني انت ما لا تتوقع انه راح تلقى كل الفراغات انها موجودات في باراجراف واحد. فانا من حليت الباراجراف الفلاني، الفراغ الفلاني من الباراجراف الفلاني، من انتقل للفراغ اللي وراه اتوقع انه راح يكون هو في نفس الباراجراف او في الباراجراف اللي بعده، على مود ايضا تقلل عليه مده البحث او مساحه البحث. اوكي؟ يعني السيناريو الاول انه انا اخذني ربع ساعه بس بقراءه الباراجراف. غلط، هاي ارسبت. اذا اخذت ربع ساعه هي ان انت اصلا القطعه الاولى عندها ربع ساعه، القطعه الثانيه 20 دقيقه، الثالثه 25 دقيقه. القراءه لازم ما تاخذ اكثر من 5 دقائق. سكيمينج، ركض وتحديد. وراها تركض على اسئله لازم. لا بشوف السؤال وادور، اشوف السؤال وادور. اي تاخذ وقت. يعني قصدي 5 دقائق. نعم، وراها النوبه تدور بالضبط. شوف السؤال وادور. اي السؤال من تبوع عليه اللي قفت من عندك كلمه كلمتين الرئيسيات كي ووردز، مباشره من خلال الماب مالتك تروح تدور وين موجودات بها باراجراف. اجي النوب داخل هذا الماب، العفو داخل هذا الباراجراف، هم اسوي سكيمينج وسكانك، ادور على الكلمه الكيورد نفسها هي او مرادفتها، وهنا انا ابدي اقرا الجمله اللي قبلها والجمله اللي بعدها الى ان افتهم شنو المطلوب واجاوب. اوكي؟ بس هذا كلها يعني براكتس، يعني رادها براكتس، تجرب مرتين وثلاثه واربعه وخمسه الى ان تضبط الطريقه اللي تناسبك، لانه مثل ما ذكرنا اكو استراتيجيات كلش هوايه ولكن مو كلهن يرهمون للكل. المشكله من اسوي سكيمينج وسكانينج 5 دقائق تقريبا كل شيء ما تحتاج تفتهم، تحتاج فقط ترسم ماب، خارطة اللي هي كلمات مفتاحية. الباراجراف الأول كان يسولف عن فلان شي فلان شي فلان شي، 3 كلمات. الباراجراف الثاني فلان شي فلان شي فلان شي، الثالث الرابع الخامس. أنت هي مو إحنا ذكرناها البارحة أو المحاضرة اللي فاتت، هو صحيح اختبار ريدنج بس أنت ما مطلوب عندك تقرأ تسوي ريدنج. واضحة الفكرة؟ هي فقط مرات الأسئلة يحتاج حول الاستيعاب. أي هسه هنا هاي أوكي اكو هاي اسئله صحيح فعلا تحتاج انه فهم دقيق للموضوع. شو اسوي؟ لقفت السؤال كيوردز كلمات مفتاحيه بداخل السؤال كلمتين او ثلاثه، اروح ادور عليه موجودات بيا باراجراف، حس انه اقرا باراجراف براحتي، باراجراف وحده بس مو كل القطعه. اوكي؟ على مود شنو هو بالحقيقه ترى كلها هي لعبه وقت. هي هاي اللعبه. زين، it means that if you have found the answer to the first gap in the paragraph 1, the answer to the second gap will be in the paragraph 2 and so on. يعني إذا لقيت الجواب مع السؤال الأول بالباراجراف الأول، فاحتمال كبير أنه تلقى السؤال الثاني بالباراجراف الثاني.
وهكذا بالنسبة للبقية. أوكي؟ زين. Assumptions are the mother of all mess ups. الفرضيات أو الافتراضات هي أم الأخطاء كلها. من تبدي ها؟ أم الأضاعات. أم المشاكل كلها. Don't assume you know the answer. لا تفترض أنه أنت تعرف الجواب. Search for it in the passage. تمام؟ سأنا قريت القطع. بس مع ذلك يعني لا تعتمد فقط على ذاكرتك. دور على السؤال الجواب من النص نفسه. كلمة قد تكون هي نفسها تجيبها تخليها. لأنه أنت بعض الأحيان إذا تعتمد على ذاكرتك أنت قريت القطعة وافتهمتها. من تجي تريد قريت لك فد جملة معينة تجي تريد تكتب الجواب مالتها قد تكتب المرادف. قد تكتب الكلمة المرادفة اللي أنت أقرب لنفسك اللي هي يعني تفتهمها أكثر أو تضابط ملاها أكثر. قد تغريك نفسك أنه أنت أوكي أنا هو هاي الشغلة هو أعتقد كان يقصد بها مثلاً deciding هي بس بالجزء القطعة ما تحتوي على كلمة deciding تحتوي على المرادف مال كلمة deciding فأنت لازم تجيب الكلمة الموجودة بالقطعة نفسها. أوكي. When answering the question you must stick to the facts as they are written in the paragraph. عندما تجيب على سؤال معين يجب أن تلتزم بالحقائق المذكورة في هذا الباراجراف. Forget all about your personal knowledge and experience. انسى كل شيء يتعلق بمعلوماتك الشخصية. ليش؟ لأنه هنا هو قد يناقش رأي كاتب أو عالم أو فيلسوف أو فيزيائي من وجهة نظره هو، فهو قاعد يسألك على وجهة نظره هو مو معلوماتك الشخصية. واحنا نعرف أنه الكثير من أنواع العلوم اليوم هي controversial جدلية تقبل رأيين إيه ولا. أنت أبسط شيء هي الأرض لحد الآن أكو ناس تقول مسطحة وأكو ناس تقول كروية مو؟ فأنت منها يقيس أكو هواي أمور انت قد تعتقدها هي بديهيه بالنسبه لك بس القطعه قاعد تقول غير شكل فانت تنسير على القطعه مو على معلوماتك الشخصيه. اوكي. Rely on your own knowledge is the most natural thing for you so sometimes they use it in the IELTS to trick you into making a choice for answer according to what you know or believe and not according to the passage. هو يقول لك هي منطقيا بديهيا الانسان يعتمد على معلوماته الشخصيه. انت من تسولف ويا شخص هو يرجع الى حصيته العلميه ويسولف يجاوبك على اساسها. فهنا قد يستخدمون هذا الشيء ضدك. قد يجيب لك سؤال الجواب مالته مو منطقي ما يعني 100% ما يتلائم ويا معلوماتك السابقه بس هو موجود بالقطع. فانت شو تسوي؟ اذا رحت كتبت معلوماتك اللي انت تعرفهم غلط. هو يريد عندك المعلومات اللي بالقطع. اوكي؟ فهاي التريكس وال يعني الترابس اللي موجوده عندهم دائما واحد يحاول انه يتجنبها. اخيرا طبعا هاي عندك براكتس هي النصيحه الرئيسيه بالكورس كله. من عندنا من الاخوان موجود اونلاين استاذ مجتبى تقدر تقرا لنا هذا الباراجراف براكتس تمام استاذ بس لحظه براكتس reading the text in the way I describe in this chapter must become your second nature. The only way to make it happen is to practice in using my tips while doing the reading test. Mm-hmm. When practicing, finish the reading test and they then check your answer according to answer key. Mm-hmm. Pay attention to this you are have got wrong, not this you have got right. Mm-hmm. Understand why they did not you do them right. Mm-hmm. And try to remember so that mistake won't come back. Mm-hmm. Practice with a clock and copy your answer to the answer sheet. Mm-hmm. You may use the one from the chapter on listening test is the similar to the reading test answer sheet. Mm-hmm. In order to practice, use only academic model reading and never general training reading. General, you need to pay text to practice one, but I have managed to find a few score of free tests and recommend them to you. هنا أنا أقول لك بأنه
القراءه بالطريقه اللي احنا شرحناها يجب ان تكون يور سكند نيتشر، لازم تكون هي طبيعتك الثانيه، يعني فشيء انت لازم تخليه بديهي بالنسبه لك. شلون تقدر تسوي هذا الشيء؟ من خلال البراكتس، سو براكتس ريدنج اكثر من مره. من تسوي براكتس بعد ما تكمل قراءه فتره قطعه معينه وتشيك الاجوبه مالتك، حاول انه تركز على الاسئله اللي انت جاوبتها غلط مو الاسئله اللي جاوبتها صح، حاول انه تعرف ليش هذا جاوبته غلط على مود ما تقدر ما تكرر هذا الغلط بالمستقبل. براكتس وذ اكلوك، يعني حاول انه تسوي براكتس مع ساعه مثل هذا اللي راح نسويه هسه ان شاء الله. انسخ الاسئله مالتك الى الانسر شيت، ايضا شوف هذا الوقت اللي راح تستغرقه بنقل الاسئله من مكان الى مكان اخر. قد يعني تحتاج انه هذه القطعه نفسها او الورقه اللي موجوده اللي هي بها 40 فراغ اللي موجوده سابقا شفناها بالليسننج نفسها تقدر تستخدمها. حتى تقدر تسوي براكتس تحتاج انه تشتري بعض الكتب، على مود ما تحتاج تشتري بعض الكتب احنا اعطيناكم هذه دزيناكم اياها بالجروب على الواتساب، وهذه ايضا فد مصادر معينه، هذا الكتاب ايضا هو موجود يعني عندكم بالجروب على الواتساب تارجت باند 7، من خلال هذا النيت تقدر انه تاخذ يعني تنسخ هذه الروابط الى يعني المتصفح وراح تلقى به الكثير من البراكتس المجاني ان شاء الله. زين الان خلصنا خلينا نقول التيبس اند تريكس فيما يخص الريدنج، راح ناخذ ان شاء الله ايضا براكتس تيست. البراكتس تيست هو نفسه اللي دزيناه لحضراتكم يعني بالجروب، يعني اللي هو احنا سوينا من عنده القطعه الاولى والقطعه الثانيه، اليوم راح ناخذ ان شاء الله القطعه الثالثه من عنده. هو نفسه هذا هو السابع، السهمين السادس هي راح يشارك لكم بالجروب على الواتساب، واحنا هنا ايضا بالنسبه لنا راح يعني نطلع امامكم يعني بالشاشه. هذا هو القطعه الثالثه تعتبر، هسه اول وحده تيست 2، هذا لا تيست 1 احنا قاعد نسولف. هذه احنا المحاضره فاتت سوينا هذا البراكتس على هذا اللي هو ميكينج افري دروب كاونتس، الان راح ناخذ هذا اللي هو بعده. هذا هسه اذا واضح امامكم ان شاء الله راح يجيكم ايضا ان شاء الله بالجروب على الواتساب. هنا يقول لك بانه يو شود سبيند اباوت 20 مينتس، يجب ان تقضي 20 دقيقه تقريبا على الاسئله من 27 الى 40، واللي هي اجوبتها موجوده في الباراجراف او الباسج ريدنج باسج 3، هذه اللي هي educating physique. educating physique فيزيك اعتقد او سايك ما اعرف يعني اللفظ المنطقي مالتها. هذه تكون باراجرافات، طبعا ما مرقمات هنا اي بي سي دي مثل الباراجرافات السابقه، هذه هي هنا طبعا ايضا مو مثل اللي قبلها كانت تكون بعض الاسئله سايك سايكي. اها تمام. يعني شغله نفسيه لها علاقه بالامور النفسيه. زين هنا الاسئله مالتهم هي متقسمه كالاتي، من 27 الى 30 راح تكون هي عباره عن اي بي سي دي، خيارات متعدده يعني. فانت هنا مجرد انه مثلا هنا اول سؤال ذا بوك ايجوكيتنج فيزيك او سايك is mainly concerned with فلانشي فلانشي فلانشي، هذا وين راح القى السؤال الجواب مالته؟ بالباراجراف الاول منطقيا، الثاني الثالث الرابع هذني كلهن يعني لورن لوفان لوزانوفز ثيوري كليمز كذا، هذا اروح ادور على لوزانوف ثيوري في واحده من الباراجرافات، الثالث الرابع الخامس هذني كلهن يعني من 27 الى 30، البقيه من 31 الى 36 هن ترو فولس نوت جيفن، واخر شيء من 37 الى 40 هو يعني رايت ذا كوركت لتر من الاي الى الكي في الفراغات من 37 الى 40. هذا كل واحده معناتها هي ايضا يعني عباره عن جاب فولينج، ملء الفراغات من خلال الكلمات اللي موجوده في هذه القطع او هذه الليسته. ف ويانا ان شاء الله استاذ مجتبى جاكم هسه ان شاء الله الملف بالواتساب. الان تقدر تبلش يعني ان شاء الله هسه حاليا بال 36 دقيقه، ايضا عندنا 20 دقيقه على مود نكمل هذه القطعه، وبعدها ايضا نتناقش بالاجوبه النموذجيه مالتها. ويانا ان شاء الله استاذ مجتبى تسمعنا ان شاء الله؟
باقي ان شاء الله 4 دقائق على انتهاء الوقت للريدنج تيست. استاذ مصطفى كملت ان شاء الله؟ لحقت تكمل ان شاء الله؟ كم سؤال مئة كملت؟ اذا ما قاعد اسمع صوتك، فاذا ما تقدر سؤالك يعني بس اكتب لنا بالدردشه بالشات. هو لحد الفراغات كملت استاذ، لحد الفراغات كملت. تمام، فراغات يعني هم اخذ لك بين فت 5 دقائق بعد اضافية مو مشكلة، احنا اهم شيء هسه البراكتس يعني. ان 4 فراغات هذني هسه عندك حاليا، خذ لك دقيقة او دقيقتين اضافية. ونبقى على مود نسولف نناقش الاسئلة او الاجوبة النموذجية. المشكلة استاذ معاني ذني غريبات. نعم فعلا، يعني اذا واحد ما سمع بها قبل شوي صعبة. انا اساسي بشر كملت ان شاء الله؟ سبكتاكيولر يعني رائع. اوثوريتاريان يعني سلطوي او تسلطي. اي ان سبكتاكيولر يعني مو كلش حلو يعني مو كلش زين. ابروبريت مناسب يعني تيتشنج تدريس. اي انا يعني عكس سبكتاكيولر، سبكتاكيولر يعني في شيء مميز، ان سبكتاكيولر يعني مو كلش. تيتش ان بوبولار يعني غير شائع غير معروف. اي بلاسيبو يقصد بها الدواء المزيف. شايف مرات واحد يقول له يعني ينطيك ماي، ينطونه بالتجارب الطبيه بعض الاحيان يجيبون مثلا فد 10 اشخاص، 5 منهم يعطوهم الدواء و5 منهم يعطوهم بس ماي مقطر ويشربون ويريدون يشوفون مثلا شنو تاثيراته الصحيه عليهم. بلاسيبو يقصدون به يعني الدواء المزيف.
او الشفاء المزيف، يعني اللي يقصد بها فقط الشخص انه متاثر نفسيا. well known معروف بشكل جيد، lesson درس، ritual طقوسي يعني خاص بالطقوس الدينيه، و involved متضمن او متضمن. زين هسه راح نشوف الاجوبه النموذجيه مالتهم. هو هذا تيست واحد اللي هي ال reading test 1. من 27 إلى 40. زين. Reading test 27 دي. 28 أي. ويا أستاذ مجتبى؟ هذا اللي صراحة طلع الأجوبة النموذجية 27 دي 28 أي 29 بي 30 سي 31 فولس 32 فولس 33 ترو 34 نوت جيفن 35 not given 36 true 37 f 38 h 39 k و 40 g. كم واحدة صحيحة عندكم؟ احنا لدينا تقييم 14 واحد. هذا مجتمع كم واحدة صحيحة؟ ستة ستة. تمام جيد جيد، يعني كقطعة ثالثة صعبة ستة تعتبر جيد، يعني محاولة أولى يعني أكيد يعني بالمستقبل بالبراكتس تكون أفضل إن شاء الله. زين سعد حسين شقد؟ ثمانية. جيد سعد رحمن؟ ها جيد يعني كمحاولة أولى إن شاء الله بالمستقبل تكون أفضل. لا بالأصل 14 واحدة ثانية 14. زين الان ناخذ ريست تقريبا خمس دقائق ونرجع نكمل ان شاء الله في يعني براكتس ثاني في قطعه راح انا اسويها بي دي اف وادزلكم اياها ان شاء الله على الجروب. اوكي اوكي استاذ.